مرحبا بكم مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم وحلقة جديدة من مساحة للرأي. المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع لتنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية. وتشمل المبادرة عدد كبير من المبادرات في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والرياضة والثقافة وتوفير فرص عمل، وكذا استفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري. حول المبادرة الرئاسية بداية ودورها في تنمية مهارات وقدرات المواطن المصري والذي ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية، يدور نقاش اليوم مع الأستاذ بشير العدل، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة المدينة الجديدة. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أحمد، ومرحبا بالسادة المشاهدين. نشرف بك في هذا الحوار في رأس المال البشري وهذه المبادرة والآفاق المتوقعة منها، ولكن اسمح لنا أن نذهب إلى هذا التقرير، وبعد التقرير تبدأ المغامرة الإبداعية مشاهدينا. في إطار الاهتمام ببناء المواطن المصري وتعزيز قدراته ومهاراته، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت الدولة المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل الفئات العمرية كافة وتغطي جميع محافظات الجمهورية منها الاجتماعية والصحية وغيرها في جميع القطاعات. يهدف المشروع الذي يعد أحد تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة متمثلة في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتوفير فرص العمل بطريقة تكاملية بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص كافة، وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما. وقد تم تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية بأسلوب تكاملي تشاركي لضمان عدالة التوزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا وصولا إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة. ويأتي على رأس أهداف المشروع بناء الإنسان وتطوير الخدمات الحكومية في المجالات كافة للوصول إلى خلق أجيال صحيحة تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال مجموعة من وزارات الدولة المعنية بذلك. ويضم المشروع القومي للتنمية البشرية العديد من المبادرات الفرعية، وذلك في إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة. إذن مشاهدينا، مبادرة رئاسية بداية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري في عصر يبحث عن الاقتصاد العالمي الجديد والهوية الاقتصادية. ماذا عن هذا المشروع؟ هل ثمت آفاق؟ هل ثمت أمل؟ هل ثمت جديد؟ هذا هو سؤالي الأول لضيفي العزيز أستاذ بشير العدل. ما موضوع المشروع القومي للتنمية البشرية في هذا التوقيت؟ الحقيقة أن المشروع القومي بداية ده بيأتي في إطار المبادرات الرئاسية اللي بتتبناها القيادة السياسية بهدف إعادة بناء الإنسان. والحقيقة في السياق دوت لازم يعني نؤكد على نقطة مهمة جدا، وهي أنه القيادة السياسية والرئيس السيسي منذ وصوله لسدة الحكم وهو يولي الإنسان أهمية كبرى، ولذلك كانت هناك مبادرات تهتم بالإنسان من كل الجوانب.
الجوانب الثقافية، الجوانب الصحية، الجوانب الاقتصادية، من كل النواحي. فكان عندنا مبادرات 100 مليون صحة وتهتم بصحة الإنسان، أيضا مبادرة حياة كريمة ودي لرفع الحياة المعيشية للمواطنين، ثم مبادرة بداية. وأعتقد أنه بداية دي ليها أكثر من بعد استراتيجي الحقيقة. البعد الأول هو الإنسان باعتبار أنه هو هدف أساسي لأي عملية اقتصادية، والبعد الآخر هو بعد استراتيجي يتعلق بمستهدفات الدولة وتحقيق أهداف الدولة واستراتيجيتها 2030. ولذلك احنا بننظر إلى هذه المبادرة الحقيقة نظرة يمكن مختلفة شوية باعتبار متخصص في الاقتصاد، بنظر لها نظرة اقتصادية، لأنه احنا عندنا أزمة كبيرة جدا وهي أزمة الثالوث القاتل. يعني إيه الثالوث القاتل؟ الثالوث القاتل في الاقتصاد هو الفقر والجهل والمرض. المبادرات الرئاسية بدأت تشتغل على هذه الزوايا كلها، وبدأت تعالج مشكلة الفقر بأن هي ترفع من المستوى المعيشي للمواطنين، وبدل ما كنا مستوى الفقر يعني إلى حد ما مرتفع بدأ ينخفض الآن. موضوع الجهل أيضا بدأ أن احنا نتكلم على تنمية الإنسان وتثقيفه وتعليمه. ثم النقطة الأخرى اللي هي موضوع المرض، وفيه نوع من الاهتمام بالصحة، والحمد لله النهاردة مصر تعتبر من أوائل الدول اللي قضت على فيروس سي بسبب المبادرات الرئيسية. إذن هذه المبادرة بداية هي مبادرة اقتصادية بالأساس، وهدفها أيضا أنها تخدم استراتيجية الدولة نحو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، لأنه الاقتصاد الأخضر معناها أن أنا أعظم من الموارد بتاعتي، معناها أن أنا يبقى عندي قوة عمل مؤهلة، قوة عمل على استعداد أن هي تواكب التكنولوجيا الجديدة. فكل ده الحقيقة بيصب في خدمة الاقتصاد القومي وأيضا في خدمة المواطن. نعم، يعني جميل هذا الوصف، أعجبني كثيرا ما رصدته من وأسميته الثالوث القاتل في الاقتصاد أو في الحياة المعاصرة، ألا وهو الجهل، المرض، الفقر. هذا يأخذني إلى نحن اليوم في عالم جديد، ودائما في برامجنا نتحدث اليوم عن العالم الجديد، لكن هناك أيضا في العالم مشروع للإنسان الجديد وهو لب هذا الموضوع. ما هو الإنسان الجديد؟ ويبدو أن الإنسان لن يعود واحدا، يعني اللي هيقدر يرفع من رأس ماله البشري على مستوى فردي أو جماعي هيختلف من مكان لمكان، من جهة لجهة. ما هو الإنسان الجديد؟ الحقيقة أن الإنسان الجديد هو الإنسان الذي يتسلح بسلاح العصر. ما هو سلاح العصر؟ سلاح العصر التكنولوجيا والثقافة والصحة والقوة البدنية. هذه المسائل مهمة جدا في بناء الإنسان الجديد. وبالتالي بنقول أنه الإنسان الجديد بناء على هذه المبادرات بيستطيع أنه هو يخوض سوق العمل، يستطيع أنه هو ينهض بالاقتصاد الوطني، يستطيع أنه هو يكون ليه موقع على الخريطة الدولية. لأنه فكرة الإنسان النهاردة ما بقتش مجرد أنه هو إنسان مستهلك، لا، ده أنا بنظر للإنسان من خلال هذه المبادرات على أنه إنسان منتج. والفكرة دي الحقيقة بدأت تهتم بها الدولة في كثير من القضايا، حتى مكنت المرأة بدل ما كانت يعني معيلة تحولت من خلال المبادرات الرئاسية زي مبادرات ديارنا إلى أن هي أصبحت مرأة منتجة. أيضا الشباب النهاردة إحنا بننمي القدرات الخاصة بالشباب، وعلى فكرة مبادرة بداية لها مراحل، يعني هي بتهتم ببناء الإنسان منذ مولده وحتى يصل إلى ما يسمى بسن الإحالة إلى المعاش. لا، ده أنا عايز أقول أكتر من كده، لا، ده بتهتم بالإنسان قبل أن يأتي من خلال الاهتمام بصحة المرأة وإنه يكون فيه ولادة قوية وغير ذلك. فكل ده الحقيقة بيصب في إطار بناء إنسان جديد قادر على مواجهة تحديات العصر، قادر على أنه يبني، قادر على أنه تتحول لديه القدرة من كونه مستهلك إلى أنه لديه القدرة على الخلق والإبداع. لا. المراحل اللي بنتكلم عليها في مبادرة ابدأ دي مراحل كتيرة جدا، ده يمكن فيها بعض المراحل الفرعية زي الاهتمام بالطفل، والحياة في الجزئية دي اللي هي بدءا من سن سنة حتى سن 6 سنوات، أنا بسميها المرحلة الذهبية، لأنه هذه المرحلة هي الأساس في بناء الإنسان. صحيح. يعني لو اتكلمنا على المراحل بعد كده اللي هي 6 ل 18 ومن 18 إلى 60 وهي الفئة المنتجة، برى أنه الفئة الأولى، ودي على فكرة تعتبر إحدى المبادرات الفرعية في مبادرة بداية،
انه لما بهتم بالطفل منذ سنة لست سنين هي دي الفترة اللي بقدر ابني فيها الطفل واخليه قادر على الانتاج واخليه قادر على انه اوسع مداركه في التفكير وانه يكون عنده يعني قدرة على العمل ويتحول الى انسان منتج. في الجزئية دي انا عايز يعني اشير الى نقطة مهمة قوي، وهي بما انه مبادرة بداية هي مبادرة عبارة عن تفاعل مع الجهات المختلفة، وانا هتكلم هنا على جزئية مهمة قوي لوزارة التربية والتعليم. حاليا وزارة التربية والتعليم بتنتهج نهج جديد وبتحاول قدر المستطاع ان هي ايضا تخفف من العبء على التلاميذ والحشو والمسائل اللي كنا بنعاني منها زمان الى انسان قادر وفاهم ولديه القدرة على الخلق. لكن انا الرأي يعني او وجهة نظري في هذا الموضوع بما اننا نتحدث عن مساحة للرأي، انه الفترة اللي هي من سنة حتى ست سنين انا ينبغي علي كدولة او كوزارة او كجهات مسؤولة ان انا اوليها اهتمام اكبر. النهاردة الموضوع اللي بيحصل بالنسبة للمدارس والكي جي، الكي جي المفترض فيها ان هي عبارة عن فترة ادي للطفل قدرة على انه هو يختلق ويبدع، لكن ان انا اجي في هذه الفترة الصغيرة اللي المفترض فيها الطفل يلهو ويلعب ويكتشف وامور كثيرة جدا تنمي عنده مداركه وتفكيره، ما ينفعش ان انا احمله بمناهج في هذه السن الصغيرة. وكانت فكرة على فكرة زمان لما كنا بنشتغل في تحقيقات التعليم، كانت لي اتصالات مع الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم آنذاك. الحقيقة انه هذا الرجل رحمه الله كانت لديه رؤية ثاقبة لبناء الانسان، وكان لديه كتاب ايضا، وكتاب ايضا لان بالاصل كان طبعا ده هو كان دكتور اطفال اساسا، فكان لديه قدره على بناء الطفل. فكنت بتحدث معه اقول له يا دكتور يعني كيف لا يكون هناك مناهج؟ قال لي هذه الفتره وهذه التحقيقات موجوده في جريده الاحرار يعني وفي ارشيفها. فكان يقول لي لا الفتره دي انا مش عايز اعلم الطفل، انا عايز اديله ورقه وقلم اخليه يرسم اخليه يبدع اخليه يلون يبتدي يشوف. وعشان كده عملوا ما يسمى بمعامل التكنولوجيا في المدارس. معامل التكنولوجيا في المدارس دي المفترض فيها ان انا بعمل نوع من العروض للاطفال عشان خاطر اخليه يقدر يفكر يقدر يبتكر وهو الى اخره. فعشان كده انا بقول وعلى غرار ما يحدث بما اننا بنبني الانسان جديد، انا ارى انه هذه الفتره وانا لازلت يمكن اديت لها مساحه كبيره شويه لكن هي مهمه، انه هذه الفتره ينبغي ان انا اجيب فيها المدرسين اللي هم كواليفايد. مش عايز اقول ان انا اجيب بقى الناس اللي معاهم ماجستير ودكتوراه هم اللي يدرسوا للفتره، يبقى جميل برضه ده اكيد. لانه يعني لما كنا في اوروبا على سبيل المثال كنا بنشوف الحضانات الاقي استاذ جامعه هو اللي بيدرس في حضانه، يعني لو بأسس من الاول هو الاهم في التاسيس مرحله التاسيس. فاتمنى انه ده يؤخذ بعين الاعتبار لدى استراتيجيه وزاره التربيه والتعليم في بناء الانسان الجديد. نعم، يعني هذه هي ايضا منهج المدرسه الفنلنديه تحديدا الرقم واحد في التعليم الا وهو اللعب في السنوات الاولى، ولكن اللعب المفيد او الدول الاسكندنافيه الا وهو اللعب المفيد، وخصوصا انها دول السعاده والتي تحصل على مؤشرات السعاده رقم واحد في العالم. انت متخصص في الاقتصاد، لدينا مبادره بدايه والاقتصاد الان يتحدث عن المرونه، كيف من خلال مبادره بدايه نتحول او يعني يبقى في نوع من الجناس ما بين الاقتصاد المرن وهذا الانسان المرن الجديد اللي احنا مسميه المرن؟ ما هي مهارات المرونه بقى في ظل عالم متغير الان، شديد التغير، شديد الضغط الاقتصادي، شديد الضغط الاجتماعي الى اخره من ضغوطات؟ الحقيقه ان المرونه الاقتصاديه دي شيء، والمرونه الخاصه بالانسان شيء اخر. المرونة الاقتصادية هي متغيرات طبيعية بتفرضها التغيرات العالمية وأيضا التوترات الجيوسياسية والأنظمة الاقتصادية. صحيح إحنا في علم الاقتصاد لدينا أنظمة اقتصادية ثابتة سواء كان نظام اشتراكي أو نظام رأس مالي أو نظام مختلط، وهذه الأنظمة اللي موجودة في الاقتصاد يعني، لكن هناك الظروف البيئية والظروف الحياتية بتفرض أنواع جديدة من الاقتصاد زي الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر ده هو عبارة عن الاقتصاد الذي يهتم بتحقيق التنمية المستدامة، وهدف التنمية المستدامة إن أنا أعمل ويلفير ستيت أو ما تسمى بدولة الرفاهية، رفاهية المواطنين. فعشان كده مع هذه المرونة في التحولات الاقتصادية ينبغي أن يكون عندي مرونة أيضا في أداء الإنسان. والمرونة معناها إيه؟ معناها إنه ما ينفعش أنا كصحفي أو حتى كإعلامي في فترة من الفترات كنا بنعتمد على ورق الدشت في الكتابة،
لا ده انا لازم اواكب التطور ولازم ان انا استخدم التكنولوجيا وهو الى اخره. فاستخدام التكنولوجيا هنا بينطبق ايضا على المواطن، لابد ان هو يستخدم التكنولوجيا عشان يقدر يواكب التطور الموجود، وعشان كمان يقدر ينتج، يتحول الى فرد منتج. صحيح عملية التطوير غالبا وعلى فكرة دي تعتبر جزء من التحديات اللي ممكن تكون بتواجه المبادرة، فكرة التطوير دائما بتواجه بالمقاومة. ليه بتواجه بالمقاومة؟ لأنه معظم الناس اللي هي بتشتغل أو بتنتج، هي بتنتج بطريقة بدائية وبطريقة عادية جدا، مش حابب إن هو يغير، لأنه التغيير هنا تكلفة عليه في الوقت وتكلفة في الجهد وإلى آخره. فعشان كده بنحب إن احنا نركز على إنه الإنسان يواكب التطور، يواكب متطلبات العصر حتى يكون إنسان منتج. إذن مبادرة بداية إحدى أهم المهارات هي المرونة والمهارات التكنوعلمية أو التكنولوجية العلمية التي تتطور يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة. اسمح لي أن نذهب إلى تقرير الصحافة ونعود إلى هذه المبادرة الهامة ورأس المال البشري في مصر. نبدأ صحافتنا من اليوم السابع، حيث يشير الدكتور هشام عناني إلى أن المبادرة الرئاسية بداية تعد خطوة هامة في خطة الدولة للتنمية البشرية نحو بناء الإنسان المصري، مع اعتباره خيارا استراتيجيا لابد من تحقيقه. أما الشروط فتشير إلى أن المبادرة تركز على بناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تفعيل العمل المشترك بين الوزارات وجهات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030. وأبرزت الوطن قول الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي أن الدولة لديها فكرة عميقة عن كيفية تعزيز دور حقوق الإنسان وتنميته عن طريق إطلاق العديد من المبادرات في مجال الصحة وتحسين جودة التعليم من خلال التعديلات على المناهج، إضافة إلى تقليل مخاطر العشوائيات بإنشاء المدن الجديدة. أخيرا وفي الدستور يؤكد الدكتور نجاح الرئيس أستاذ العلوم السياسية أن الاهتمام ببناء الإنسان المصري تجلى في الخطوات التنفيذية المهمة التي اتخذتها الدولة لدعم الشباب في المؤتمرات والندوات من خلال المركز القومي للتدريب وإشراك الشباب في المناصب القيادية لتكون جاهزة لتحمل المسؤولية في المستقبل. إذن ثم التحدي عالمي ومصري، يقال أن الأجيال الحديثة هي أقل قوة من الأجيال السابقة، ونحن الآن في العالم وفي مصر نريد أجيال أقوى من السابقة، وهذا هو السؤال الذي أوجهه لك أستاذ بشير. يعني إزاي نقدر نعمل مستقبليات لمجتمع قوي في ظل المعادلة اللي أنا اتكلمت عنها؟ الحقيقة انه عشان اصنع انسان قوي لازم يكون لديه الثقافة العالية، وعلى فكرة قصة تثقيف الانسان ليست لمجرد ان هو يدخل في مناظرات فكرية او اراء اعتراضية او الى اخره، ولكنها بتأتي في اطار انه ده يعتبر ايضا بعد يتعلق بالامن القومي. نحن نعيش او الدولة بمعنى اصح الان تعيش في ظل ظروف صعبة جدا، ظروف تواجه فيها الشائعات، ظروف تواجه فيها بث الأفكار المغلوطة والمسمومة، وكل المواجهات اللي ممكن تحصل في الإطار ده هي إني أرفع من ثقافة الإنسان. لما برفع من ثقافة الإنسان بحوله من كونه إنسان متلقي للرسالة إلى إنسان مفكر. لما بتجيلي رسالة سلبية لا أنا أقدر أحللها وأقول الرسالة دي مش مظبوطة وبالتالي أرفضها، لكن فكرة التلقي اللي هي كانت قائمة على أساس المحور الضعيف في الثقافة والتعليم المحدود دي للأسف الشديد كانت ليها أثر بيئي سلبي جدا، وخلقت بعض الأفكار المتطرفة وبعض الأفعال أيضا الإجرامية. فأنا لما بوصل للإنسان هنا على قدر عالي من الثقافة وقدر عالي من المعرفة بقدر إن أنا أخلق إنسان قوي، إنسان يقدر يحافظ على المجتمع، يقدر إن هو يحقق لنا أيضا الأمن القومي. أحييك على هذا الجمال، ونحن نتحدث بأريحية وسريان حول مبادرة بداية. تدري ما هو أهم من العلم والتكنولوجيا؟ هو خلق مجتمع من العلماء.
كيف نستطيع من خلال بداية وعبر التربية والتعليم ومهارات القيادة وما لدينا من مهارات أن نخلق جيل من العلماء، لأن العلماء هم من يحملون رسالة التقدم وليس العلم فقط. طبعا هو إذا كنا بنقول في الاقتصاد أن الأمم تقوم على الصناعة فهي تقوم أيضا على العلماء، لأنه العلماء هم الأساس في أي تقدم الاقتصاد أو في تقدم أي دولة. فكرة العلماء وكيف أنشئ جيل قادر على الخلق والإبداع الحقيقة زي ما قلت في الفترة أو في من شوية، موضوع الطفل، موضوع التعليم الخاص به، بنأتي بعد كده إلى نقطة مهمة جدا وهي مسألة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي. والحقيقة أنه يعني حتى إحنا من خلال الإنفاق العام يعني نسبتنا ضعيفة شوية في الإنفاق على التعليم وعلى البحث العلمي، فإحنا حابين أنه يكون في زيادة في مخصصات البحث العلمي. لدينا نقطة مهمة جدا وهي ما يسمى ببراءات الاختراع. صحيح. عندنا في أكاديمية البحث العلمي اللي موجودة جنبنا هنا في شارع القصر العيني مكتب اسمه مكتب البراءات. لو حبيت أقارن البراءات المصرية بالبراءات العربية أو الأجنبية إنجاز التعبير، هلاقي أن عندي معظم البراءات المسجلة هي للمصريين. ده مؤشر جيد جدا أنه في عندي ناس بتقدر تفكر وأن في ناس بتقدر تبدع. لكن السؤال المهم، ودي بقى رسالة لوزارة الصناعة يعني، لأن احنا طبعا بنهتم بالتصنيع وبنهتم بهذه المسألة، فلماذا لا يتم التواصل مع أكاديمية البحث العلمي ومع مكتب براءات الاختراع ويتم تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات أولية؟ لأنه أنا لما هشجع عملية الاختراع هنا يبقى في هذه الحالة بعمل جيل من العلماء. لكن النهاردة على سبيل المثال لما يكون في واحد عنده فكرة وهذه الفكرة ممكن أطلع منها بمنتج جيد أو أطلع منها بأداء عالي يخدم الاقتصاد القومي، للأسف الشديد بيلاقي الجهات اللي بتقابله جهات تواجهه بنوع من عدم نقدر نقول إيه يعني، في نوع من البيروقراطية، فبتقول خلاص أنا يعني هروح هنا ما حدش عايز يسمعني أو أروح هنا ما حدش عايز يسمعني. فأنا بقول إنه لازم نسمع للناس دي، لازم نشوف الناس دي بتفكر إزاي. حتى لو طفل بيقول أنا عندي فكرة أجيب العلماء ويتكلموا معاه وشوف، هنا هنقدر نخلق جيل من العلماء. لكن فكرة إن إحنا نعتمد على استيراد العلم واستيراد التجارب واستيراد الخبرات من الخارج، لا، لابد أن تكون لينا خبراتنا. و وهذا سيأخذني إلى الأجواء الاجتماعية والإعلامية في ذات الحين، أن العالم وطوال التاريخ هو الرمز طبعا. قبل أن يكون أي فئة أخرى، ولدينا من العلماء بقى رموز، دكتور زويل، دكتور طبعا. أحمد مستجير، دكتور مشرفة، دكتور مجدي يعقوب، وغيرهم من العلماء الحاليين الموجودين. طيب أيضا في التقرير كان هناك إشارة هامة إلى هذا الانسجام في مبادرة بداية ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الحكومي، حتى نستطيع أن يعني نصنع منظومة المهارات التي تؤدي إلى المنتج أو المنتجين، وهو هدف هذه المبادرة كما ذكرت حضرتك. نعم، يعني أولا المبادرة سواء مبادرة بداية أو غيرها من المبادرات، هي لما بنتكلم عليها هي طبعا هدف استراتيجي للدولة، لكن في آلية التنفيذ هنا لازم أفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وأيضا مؤسسات المجتمع المدني. لأنه لما بنتكلم على بناء الإنسان وإن احنا نعظم من قدراته العلمية وقدراته الثقافية وقدراته التكنولوجية، كل هذه المسائل بما فيها أيضا التفكير في التحول للاقتصاد الأخضر، كل ده محتاج رأس مال كبير. رأس المال الكبير ده ممكن يكون مش متوافر بالشكل الكافي لدى الحكومة، ولكن هنا ممكن نقول بنفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص لما يتميز به من وجود رأس مال، ولما يتميز به أيضا من قدرة على استخدام التكنولوجي بدرجة أعلى، بالإضافة لده كمان ومرونة طبعا، وبالإضافة كمان لمؤسسات المجتمع المدني. وما ننساش هنا بجانب الثلاثة دول المؤسسات الدينية لها دور مهم جدا. أيوة، والكنيسة لها دور، وزارة الأوقاف لها دور، الأزهر ليه دور. فكل هذه المسائل ينبغي ان احنا يعني نشتغل بشكل تيم وورك او فريق عمل بين هذه الوزارات وهذه الجهات. طيب. وتعمل على المبادره. وعلى فكره احنا النهارده تقريبا المبادره بادئه من النهارده،
يعني النهارده مش النهارده 7 سبتمبر بدءا من النهارده بالفعل وهتستمر ل 100 يوم جايه. فبالتالي احنا محتاجين كل الجهات تتفاعل لانه في النهايه انه سواء الحكومة او القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني الكل يعمل من اجل خدمة هذا الوطن. رأس المال البشري مبادرة بداية كل هذه الامور هذه ليست اوامر عفوا ولكن ما ينتج ما تحدثنا عنه في الحلقة هو طاقة الحب. من اين نجدد طاقة الحب في بلد الحب؟ من داخل الاسرة، من داخل الانسان، من داخل الطفل الى اخره. هذا يحتاج أيضا إلى عمل حقيقي وجاد. العمل الحقيقي والجاد هو أني أزود من درجة الانتماء والولاء لهذا الوطن. درجة الانتماء والولاء لهذا الوطن موجودة بالفعل، ولكن في بعض الأفكار، وعشان كده هرجع للجزئية اللي أنا اتكلمت فيها وقلت أنه المحور الثقافي مهم، أنه ناس كتير جدا بتنظر نظرة سلبية للأوضاع وتقول أنه ما بناخدش، لكن للأسف الشديد الذي يتحدث بهذه اللغة لم يقدم لم ينتج. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا عشان أقدر أحقق اللي أنا عايزه لازم أشتغل ولازم أنتج. ما ينفعش النهاردة أنه الشباب يكون موجود وقاعد آسف يعني على الأهاوي أو بلا عمل ويقول البلد ما بتديناش. فبالتالي هنا قصة الانتماء مهمة جدا، وقصة أن أنا أرفع من القدرة الإبداعية وقدرة الإنتاج لدى الشباب دي مهمة. ففكرة الانتماء موجود. أنا مش عايز أقول لحضرتك إحنا لما كنا موجودين في أوروبا كنا بنستنى اليوم اللي هننزل فيه بلدنا، وبالرغم من إيه؟ بالرغم من كل المغريات اللي موجودة في أوروبا، الحياة الجميلة والمواصلات وإلى آخره، لكن الإنسان لن يجد نفسه إلا في بلده. وكلمة بقولها للشباب ورسالة بوجهها للشباب، الإنسان الناجح هو الإنسان الناجح في بلده. الإنسان إن لم ينجح في بلده لن ينجح في مكان آخر. والمكان الذي يقدرك ويقدر جهدك ومجهودك ويعمل على الارتقاء بيك هو بلدك. مهما سافرت ومهما رحت لبلاد أخرى هتظل غريب وتظل بالنسبة لهم إنسان مغترب. نعم صدقت. أيضا محور هام جدا، كيف نتحول إلى مجتمع النشاط؟ هذه التكنولوجيا الموجودة وهذا الإيقاع العولمي يؤدي إلى الكسل خصوصا لبعض الأجيال والجلسة على الأريكة وعلى الكنبة وإلى آخره، لكن ما نريده في هذه المبادرة، ما تريده الدولة عبر مبادرة بداية، أن يكون هناك بداية لأقصى درجات النشاط، أقصى درجات الحيوية. كيف يتم ذلك وهناك مغريات وشياطين إلكترونية تسرق الشباب والأجيال الجديدة وتعطلهم أيضا؟ نعم، هو الحقيقة أنه طبعا موضوع سرقة الشباب وسرقة مجهودهم ده طبعا أمر محتاج إلى أن احنا نرفع من الوعي الثقافي لدى الشباب، وبالتالي بنقول أنه كل ده في النهاية هيصب في خدمة الإنسان، لأنه حينما نتحدث عن مبادرة بداية هي مبادرة للاستثمار في العنصر البشري، وكل ده في النهاية هيصب في صالح المواطن وهيصب في صالح الدولة إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ بشير العدل الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة المدينة الجديدة على هذا الكلام الرائع المبدع الذي يدعو إلى الإنتاج والعمل والإتقان والإحسان. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا مشاهدينا، مساحة للرأي، مساحة حقيقية من الإبداع. دائما بشكر فريق عمل هذا البرنامج كل باسمه، وكان معكم أحمد يوسف. إلى اللقاء.